بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين بعدي وصفة الفراخ المقرمشة او ستريبس الفراخ المقرمش. الفراخ مقرمشة وجميلة، والطبقة الخارجية متماسكة ومش منفصلة عن جسم الفراخ. وصفة سهلة جدا وبسيطة، ومش هنستعمل فيها حاجات كتير مكعبلة. يعني نبتدي كده مع بعض. احنا عندنا الفراخ مقطعينها ومنشفاها كويس جدا بفوطه، خدي بالك. عندي هنا خليط بقى من الفلفل والكمون والملح والبصل بودره والثوم بودره والكاري، فانا كده هغلف الفراخ بتاعتنا كده بيها قطع الفراخ. خدي بالك الفراخ عندي منشفاها كويس. وهكيسها باي كيس عامه يعني، او غطيها. وهسيبها في التتبيله دي حوالي ساعه. عندي هنا بيضه مخفوقه، بيضه واحده بس انا خفقاها، حطيت شويه لبن برده بصفات، ولاني متبله الفراخ كويس فانا مش محتاجه ان اتبل الخليط ده. بعد كده عندي خليط من الدقيق والنشا متساوي، لو هستعمل معلقه من هنا يبقى معلقه من هنا، هضيفه واغلف قطع الفراخ بتاعتي لانها مجففه كويس، فتغليفها سهل وجميل ومش تحسي انها فيها ميه. هاخد قطع احطها في خليط البيض، وبعد كده هاخده احطه في خليط البقسماط بتاعتي. وطبعا البقسماط دي متبله، يعني انا جايباها جاهزه فيها متبله، فانا مش محتاجه ان انا اضيف لها لا فلفل ولا ملح ولا اي حاجه. اغلفها كويس. خلاص هي كده اتغلفت، كمل المجموعه كلها. وده الشكل. بعد كده اكون مسخنه بقى الزيت بتاعي، ولما بحس طبعا ان هو سخن وكلنا عارفين الطرق بنعرف ازاي، هبدا ان انا اضيف قطع الفراخ بتاعتي. وهدي طبعا عين البوتاجاز بتاعتي شويه عشان خاطر الفراخ. طبعا هي اصلا هتتحمر بسهوله وهتصيب على طول، هي الصدور دايما كده سريعه. ويبقى كده الوصفه بتاعتنا خلاص يعني كده كامله وجاهزه. قدميها بقى مع الرز، مع المكرونه، اعملها لهم سندوتشات اللي انت حباه. وكل سنه وانتم طيبين.